السلام عليكم. هبدأ أتكلم دلوقتي عن حاجة إحنا شرحناها قبل كده، اللي هي الريفيل ماسك أو ماسك التحريك. يمكن بيحتاج مراجعة عليه إلى حد ما. وأنا واقف هنا في كومبوزيشن جديد، كليك يمين إمبورت، هروح أجيب ملف الفيكتور الموجود في الفاين اللي أنا بشتغل عليه. يعني مثلا هنا هلاقي عندي الملف فاين، هختار الملف اللي هو فايل إلستريتور امتداد أي آي، وهتأكد ان انا جايبه composition written layer size import. هنا هبدأ اسحب composition ده، وخلي بالنا ان احنا عندنا composition الاصلي ده اللي بنعمل منه render، وده composition الخاص بالفاين. مجرد ما سحبته هنا بقى بالحجم او الشكل ده، ادوس حرف الاس اظهر الترانسفورم الخاص بالسكيل. ممكن اكبر الحجم بالشكل اللي انا اشوفه مناسب. بعد كده هقفل دي واعمل دبل كليك هنا على الكومبوزيشن نفسه. بيتفتح قدامي اللايرز الخاصة بيه في الالستريتور. بخفي اللايرز اللي انا مش هحتاجها او مش هشتغل بيها. حاليا انا هشتغل بلاير المين اللي هو الجزء الاساسي، فمش محتاج غير اني اعمل كده وهدوس الهاند اليد عشان اسحب الورك اريا ارفعها لفوق شوية. بعد كده هرجع للسيلكشن تول، ومن افكتس اند بريسيتس هنا هكتب رايت اون، وهدور على افكت الرايت اون، هضغط على الإفكت واسحبه دراج فوق الشكل او اللي انا عايز اعمله ريفيل. هنا انا بستخدم ثلاث قيم، قيمة البراش بوزيشن، ودي بحدد نقطة البداية منها، بفعل لها الانيميت وبتأكد ان انا واقف في اول كي فريم. قيمة السايز لان الفرشة بكبرها وبصغرها وبفعل ليها بعمل تاج الانيميت. وقيمة تانية اللي هي البراش تايم بروبرتيز، بتأكد اني محولها لمقاس سايز وبعمل لها وضع الانيميت. هنا حرف الفرشة مثلا هخلي مقاسها اقول مثلا 20 وادوس انتر، بقى حجمها كبير زي ما احنا شايفين وجاية في السنتر. بعد كده من هنا من خلال الكوردينيت باتون دوت اضغط واحدد نقطة البداية ولتكن من هنا. تمام، اعمل زوم شوية هنا بحيث ان انا اشوف الثواني بالتقريب، يعني سيب ان انا شايفهم 1 2 3. كويس، انا شايفهم بيعدوا هم من 1 ل 11. دي نقطة البداية بالنسبة لي. هسحب بالتقريب لنص ثانية وهضغط وانا واقف على الموف تول على البراش الفرشة واجيبها للمسافة دي. هسحب كده بالتقريب نص ثانية تانية اوصل لهنا. ليه بعمل كده؟ بوحد الاستوبات، بخلي الاستوبات ما بين اجزاء الانيميشن تقريبا واحدة، وفي نفس الوقت بحرك نفس المسافة تقريبا على شاشة بصرية. اوصل هنا كده واطلع لقدام بالشكل ده. مرة تانية عند 2 واوصل لنفس المسافة دي تقريبا ونص، واطلع تقريبا كده 3 وبعد كده ونص، واسحب تاني بالشكل دوت نفس المسافة علشان عين المشاهد تشوف الانيميشن بنفس السرعة. هنا حضرتك وانا بسحب كده البداية هصغر ال20 دي، هخليها هقول مثلا 10. هنلاحظ انها بتخف بالتدريج، واعدل المكان كده بما يتناسب مع حجمها. اوصل هنا كده مفيش اي مشكلة. لو خدت ايقونة ازرار الزوم وعملت الحركة دي علشان اسهل نفس الحركة، ورجعت للسلكشن تول تاني، طلعت تاني نص مسافة وسحبت كده لفوق بالشكل ده، مفيش أي مشكلة. نص تاني طلعت كده هنا لفوق. هنزل السايز ال10 هنا، هخليه مثلا 7 لأن دخلت في منطقة ضيقة نارو، فبصغر سلك البرش بما يتناسب مع طبيعة الحركة اللي أنا عايز أعملها. أتحرك حوالي نص ثانية ثانية واتحرك كمية المسافة دي بالشكل دوت، واتحرك تاني نفس المسافة دي، وهنا هصغر الرقم شوية هخليه 5، أظن كده مناسب شوية، حوالي نص سنتي نص ثانية كمان بالشكل دوت. مرة كمان هطلع كده لفوق وهخلي الرقم هنا نقول 3 وهكذا. ده لو انا عايز اوصل بدقة بقى لحد جوه خالص بالظبط.
حاول تمشي مسافات متقاربة، تمام قوي، او مسافات اسف مش مسافات، خلي الرقم هنا يبقى 2، كويس جدا. نطلع قدام وهاخد كمان الجزء دوت اللي انا بغطيه هو اللي انا عايز اصغره، صرنا نص كمان مرة بالشكل ده، ثم اخيرا عند الثانية 11 وهنزل هنا شكرا وارجع اعمل فيت. بالطريقة دي لو رحت للبداية هون ودوست 0 عشان اعمل رندر، هلاحظ ان خط البرش ماشي بالظبط فوق الشكل اللي انا عايز اظهره بالطريقة دي، ده شيء كويس. ليه هو بيتعمل على هيئة فرشة؟ ليه هو بيترسم على هيئة فرشة؟ هرجع للبداية، لان البينت ستايل ماشي بنظام اون اوريجينال ايمج، فبالتالي هو بيرسم فوق الصورة الاصلية. طب لو قلت له ريفيل اوريجينال ايمج هيحصل اللي انا عايزه، ان الصورة هتكون مختفية، ولما اعمل رندر الخط يظهر الصورة الاصلية اللي انا عايز اظهرها بالشكل ده. بالطريقة دي انا اقدر اعمل ده على اي لير. لو انت عامل لير فيه حرف من الحروف كتابة وحبيت تعمل الكلام ده، بيأكد الحرف بيترسم او بيتكتب. ملحوظة تانية، لو حضرتك هنا اظهرت مثلا حاجة زي دوت وحبيت تظهره، هترجع للنقطة اللي هنا، يعني هترجع للمسافة اللي او المكان او التوقيت اللي بيبدا يظهر. شايفين هنا ده الفرع الرئيسي، معناه انك هتقف على اللير الثاني وتطبق عليه نفس الافكت من اول ما الفرع يوصل هنا عشان تظهره هو كمان، تمام. بعد كده هرجع للكومبوزيشن الاصلي اللي انا بشتغل فيه فاين، تمام، اللي هو ده. وساعتها لو دوست رندر يبقى انا كده بالشكل ده عملت المؤثر اللي انا عايز اقوم بيه. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم. سلام عليكم.